يا عمي وانوه وانوه انا جيت وينك الي ربع ساعه ناطرك ما تاخذني تاخرت عليك بس لما اتصلت فيك بعدني عم تروق عند المعلم ارتين ليك يا واشي بدي احكي معك كلمتين مع انك ما بتستاهل مش معقول مش معقول يا فادي كيف القلوب على بعضها بعدني عم اقول شو بدها بعد هالترويقه الدسمه شي واحد كوكتيل غير شكل ايه ما انا طلبت لك اياه قبل ما توصل لنوفر وقت وطلبات طيبين كتير شوف ليش بحبك يا فادي لانك بتفهمني على الطاير بدي اياك انت تفهمني على الطاير قول ولا يهمك ليك يا وجيه صحيح انك مصيبه مصوره وانك طلع لي بالسحبه وانك ما بتنطق شو عم تعمل مثل ما بيقول المثل مبين طعم التم بتسلح العين ليك بالمختصر المفيد اختي مايا جاي عريس اها بين على حقيقتك يا فادي بين وانا اقول شو هالمحبه الزايده اللي نزلت هيك فجاه على فادي ليتصل فيي ويعزمني على الكوكتيل تيري محضر لي تفنيصه كرمال يجبرني باخته ليك خواجه واجي انا كل حياتي ما حلمت ابدا انه حضرتك تكون صهري بس لو ما بعرف انه مايا بتحبك ما اتصلت فيك ليك فادي بدون مقدمات حقيشك دغري من الاخير تفضل انا هلا بالوقت الحاضر مش قادر اتجوز اختك فما في لزوم يعني لللف والدوران وتخترع لي اسباب واهيه كرمال تجبرني اطلب ايدها ما انت كل عمرك تحلم تتجوزها مزبوط وبعدني عند حلمي بس لصير قادر واي متى بتصير قادر لا اشتغل ويصير معي مصاري واشتري بيت فاذا ما بحياتك رح بتكون قادر على كل حال فادي ميرسي كتير على الكوكتيل وانا بشكرك على هالطريقه الحضاريه اللي عم تستعملها بس بطمن لك بالك انه كل هالخزعبلات ما رح تنفع معي لك يا وجي انا عملت اللي علي بس بحب تعرف انه حنجور اليوم طلب ايد مايا مين صديقي ما بصدق لا صدق ومستعد يعمل المستحيل ليقنعها تقبل تتجوزه حنجور معقول معقول ونص واذا ما هلا انت تصرفت بسرعه رح تطير مايا من ايدك على كل حال انا مايا بعرفها كتير منيح مش ممكن تقلل عقلها وتحب واحد مثل حنجور ليش مش ممكن ما هي لا تحبك وجيه اكيد لازم تكون بلا عقل هاي حياتي وين كنت شو وين كنت بعد ما وصلت على البيت ما تبلش باللقمنه مش كل ما بدك تتهرب من سؤال تقلي ما تبلش باللقمنه شو بدك هلا بدي اعرف وين كنت كنت مع وجيه وين بمحل كوكتيل ومن عم تيجي بتظهر من البيت بلا ما تقلي وين رايح شو ولد انا وين ما بدي اروح بدي اقلي وليه انا وين ما بدي اروح بدي اقلك بلا هالشريعه هلا حياتي الله خليكي لا روق علي انطر بعد ما بلشت بالشريعه ليك هيدي اجتماعات لجنه حقوق المراه انا كنت ضدها من الاساس ليه لما نطالب بحقوقنا ليش عم تطالبوا بحقوقكم عم تاخذوهم بالقوه عجبكم لا ما عجبنا ليه ما دقيت لي التهد الحديث انا والخواجه وجيه ومن امتين في حديث بينك وبين الخواجه وجيه من وقت ما الخواجه حنجور طلب ايد مايا شو شفتي من المصيبه لا هيدي منا مصيبة مزبوط حياتي هيدي منا مصيبة لا هيدي كارثة وجيها يا وجيها وجيها يا عمي شو في هالصريخ شفتي لي مايا شي مايا شفتها الصبح رحنا سوا على اجتماع لجنة حقوق المرأة وبعدين رجعنا لعند كريم هلأ هلأ شفتيها شي هلأ بفتكر عند حنجور حنجور ايه طلعنا من عند كريم التقينا فيه ام عزمة لعنده ايه وقبلت بعتقد قبلت كأني سمعته عم بيقول لها بحضر لك مفاجأة مفاجأة؟ ايه طيب لوين وجيه؟ رايح فاجئن بعد كتير لا تخلص الرسمة حنجور مزبوط بدنا وقت كتير لا تخلص لك بالعادة تتعوق على الموضوع اللي عم ترسمه أكتر من ساعة بس هيدا الموضوع بالذات بده كذا يوم شغل في حركة لا اوعى خليك محلك ما تتحرك يا شو اوعى حدا يتحرك جوجو نعم جوجو ولو هيك بفوتوا على بيوت الناس اشكر ربك انه الباب مغلوق خلق وقال لك ان شايفني ناطط من الشباك جوجو بك شي نعم بني يلا قومي مشي قدامي معاوزك بكلمة نعم برضو خليك محلك قدي محلي بتنزعي لي التام تبع الرسمة نعم شو قلت؟ رسمي تم؟ لا
ليك حنجور، خليها تقوم بسلام، احسن ما اخلعك بوكس، اخلع لك التم تبعك. جوجو شو بيت احترمني ولا؟ مايا قلتلك قومي. ما رح قوم. وها هيك لكن ايه سبقني على البيت بس يخلص حنجور رسمي ببقى بلحقك. طيب منشوف منشوف.